مشيتي معاه ما داني صحه لا والو مشيت مع بنيته هو الاخر عطاني واحد الكاس مخدوم كيعرني كي ولدتي امي ما عقلتش راسي ملي نصحلت عني قلت عريانه وحرشني على ولدي وحنا غير مابقاش توكل ديك الولد عندك هذيك راه ملقات من الزنقه هذيك راه ولد الحرام ناري كبر ما يعرفكش ومن الشتوك بدات لي التنازل قال لي الرائقه ديال بنتي كتعطي 5 سنين حكم عليها الحكم عليه والله ما نحيدهاش ليه قال لي اصور امو ماشي ماشي مع الناس اخرين عدي عليهم واخا هذا المجتمع ديالنا ما كيرحمش وعمروني عليه قايدي بيه في الاخر مشيت عندهم انا راسي وسوني قال لي شكون ضربك اللي ضربني ولدي بكوكور قال لي علاش كتعب بوحدو ولا نطير حتى جا لي على غفله يجي عندي يا شافي الله يجي بيرد بيه الله يشوف فينا راضي يعني ما بغيت منه والو بغيت عا يكون عارف صحيحته. مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء في قصة مأساوية من قصص المجتمع المغربي. كل يوم كنحاولوا أننا نوريكم قصة من قصص المجتمع المغربي اللي العبرة ماشي الفرجة كنقولها في كل مرة كنقولها وكنعود نأكد عليها. حنا ما تنديروش قصص باش نتفرجوا في الناس اللي تعجب راه كيتبلى والدنيا دواره، حنا كنديروا القصص باش ناخذوا العبره وباش نقدروا اننا نساعدوا هاد الناس اللي كنجيو عندهم، والحمد لله اننا كنقدروا ولو واحد النسبه ديال 90% كنحاولوا اننا نوصلوا معاهم ولو لذاك الشويه اللي باغيين يوصلوا ليه، وهذا الشيء كيرجع الفضل ديالو الله سبحانه وتعالى والمحسنين والناس اللي عندهم القلب كيحسوا اللي كيتعاونوا معنا وكيتعاونوا معنا على هاد الحالات. اليوم القصه ديالنا ديال هاد السيده هادي اللي كتشوفوا الصوره ديالها كيفاش كانت. السيده رشيده اللي هي واحد الشابه مغربيه بحال فحال جميع العيالات المغربيات، كانت عندها احلام، كان عندها طموح، كانت هي مسكينه. اي امراه فينا كتسولها كتقول لها كيفاش دوزتي صغرك، كيفاش دوزتي شبابك، وشنو كنتي كتناوي تكون، ولكن شوف الله سبحانه وتعالى اشنو قدر لك انك تكون. شوف القضاء والقدر والعائله والظروف الله يحسن العون، ما كنلومو حتى شي واحد. قصتنا اليوم هي واحد القصه مأساويه، قصه ما تبغيهاش لا العدو ولا الحبيب. قصه البطل ديالها هي رشيده والابن ديالها اللي ظروف الفقر والظروف الاجتماعيه والحقره ومجتمع لا يرحم هو اللي خلاو ان هذا الوليد من بعد ما كان واحد الشاب كيقرا وعزيز عليه مهمته تحول فجاه لواحد الوحش كاسر كيضرب امه كيتعدى عليها مرض نفسي. وهادشي كلشي باش بسبب الناس والهضره ديال الناس والكلام ديال الناس. خليكم معنا نتعرفوا على التفاصيل ديال هاد القصه المؤلمه. السلام عليكم رشيده. السلام عليكم. كي دايره حبيبتي؟ الحمد لله. بقى فيا ولدي ما كرهتش ليه، ما كان عندي فاش ندير ندخل الامكانيات اللي بغا نديرهم معاه. واخا رشيده نبداو معاك انت الاولى، كيفاش كبرتي؟ كبرتني هاد السيده هي اللي كبرتني، با ما عقلش عليا، امي عولتني وما جاتش الله يرحمها ويستر عليها. وهذه امي هذه هادو هادو هو والدي ديالك السيد، ما كنعرفوش انا. حليتي عويناتك لقيتي راسك في هاد الدار هادي. الله يرحمها ويستر على ضيقات القبور. تهلات فيك. تهلات فيا ما تخلاتش عليا، ماشي بحال هذاك اللي ولدني ولا حني. ايوا تبارك الله عنده 15 نفس كلهم كبرهم على ايده وانا ما كبرتش معاه. جيبو وحدك اللي ما بغاكش. انا اللي ما بغانيش. كبرات فيك ديك العقده ديال باك وامك ما مرضتي. وبغيت انا طلبت الحاله المدنيه ديالتي ما غاش يعطيها ليا. حطك في الحاله المدنيه؟ حطني حتى ولدت ولدي. تدري عنده 10 سنين دخلوا ناس، دخلني واحد عمي ولي دخلني خلت كلشي من عنده مسكين الله يجزي عليه الرحمه، ما كان باقي عايش نمشيو حتى لعندو العين سبع نوريك فين كاين. الله يربي. وقال لي بنتي، قال لجارتنا، قال لها اختي ناجت، قال لها شوف هاد الدري راه مابغاش يعطيها حتى وثيقه، كلشي باعهم ليا، قال ما كنعرفهاش هذيك، ما عرفت بنتي ولا ماشي بنتي. لا حول ولا قوه. وليت كنتعصب وصبعني ولا كيعوجوا لي وفمي حتى ورقد عليا هنايا، حتى وليت مرقبه الفم. وطلع انا مسامحه لي، لا بغى يجي بغى يطلع لي يسوع لي، واخا هو فاش باقي في الحياه، باقي في الحياه. وحنا لقيتو كاع قاعد اختي في المحمدي في ازمور، شفتو في ازمور ولا كيشوفني كيقلب وجهه باغي نعطيه الفلوس، انا ما عنديش. وحرشني على ولدي وحنا قال لي مابقاش توكلي ديك الولد عندك، هذيك راه ملقات من الزنقه، هذيك راه ولد الحرام، ناري كبري ما يعرفكش. دابا انت رشيده انت ضحيه ديال الاب ديالك وضحيه ديال المجتمع، وزدتي درتي ضحيه اخرى ولدتي داك الوليد بطريقه غير شرعيه. شكون باه؟ با نكرني ولد الحرام، بقاني مريضه
وتكافات عليا. انا مشيت مع بنيتي، مع ما داني صحه لا والو، مشيت مع بنيتي وفي الاخر عطاني واحد الكاس مخدوم كيعرني كي ولدت تي امي ما عقلتش راسي. ملي نصح حليت عيني لقيت راسي عريانه، حوايج اللي كنت لابسه غبرم عليا حيدهم حيدهم على ومني جيت عند امي قلت لها انت الحاشك قد ما جنيت حق الشر قالت لي بنتي شنو ندير لك، يلاه ندك عندك شو راشده بالحوزيه. مدتني عندها قالت لها عندها بنادم، امي مسكينه ما شعرت هزت واحد المقاس وضربني به، وانا تلقيت الطوبيسه تجي 66 و65 شري الحوزيه تما شعط قلنا الناس جروني. قال لي ما كنتي حلي عينك، قلت لي ما غاش عشان نحلي في عيني في الخلعه شاداني، امي زاد بعض العيام قاس ضربني به. قال لي اش كنتي رحمت لي من الزنقه حمت لها، وانا غنقصر راسي حسن لي ما ضربنيش هي الموت انا على خاطري نتعرض للطوموبيل شي طبيب ضربني صافي. وفي الاخر جابوا الناس جمعوا لي الجوقه وهي كتقلب عليا جبني عندها حوزتني عندها، واخا حنا تحر الشوكر ديري لها كشي خونجلان تخربيق ديري الغلاي ديري لها تغلاي. وحجرتنا ساكنة عكري عندنا ما كانت باقا هنايا عندك عاد ساكنة في لالا مريم. قالت لهم مني سدي ودن صمكي ودن الدري يا بنتك ماشي خاطر مريضة الناس ربع عقول كتوقع عليهم دار عندك عيانة لك. قالت لها راه دنيك بغيت تشوف يجيو خوتي قتلوها. قالت لها خوتي انا كبرت معاهم ما كبرتش معاهم. يعني ما عطاتكش شي حاجة باش تطيحي بنادم؟ لا واخا لا هي بغاتني مسكينة والناس قالوا لها سيري ديري لها الغلاي شي ناس قالوا لا قالوا ما عرفتش شكون قال لها ديري غلا طيبيه لها. ايه عادي هذا الشيء راه في المجتمع ديالنا وفي الثقافه ديالنا المغربيه وسورتو الاحياء الشعبيه، ملي البنت كتحمل بطريقه غير شرعيه كاينوا دوك الناس اللي كيفهموا بزاف كيبقاو يقولوا جيبي لها الغلاي، وهذا الغلاي راه معروف كيتجمع من عند العشاب، هذاك الشيء كيقدر يسبب اجهاض وكيسبب نزيف وكاين بعض المرات اللي كيسبب حتى الوفاه كيسبب وفاه لهاد الناس هادو. ولكن الله يرحم هاد السيده هادي الله يرحمها يديها كاينه جات هي وهادي تيمي الله يرحم ميمتها. ما مشيتوش ما عاودتوش رجعتو عند داك خينا اللي دار لك هادشي؟ لا يا عمر ما شافته هي. انت ما عاودتيش رجعتي عنده؟ تلاقيت معاه في شارع حجر تلاقيت معاه. قلنا لها سير عنده قالت لك لا يديه ليا هذه. وما سخيتش به. خلاتك معاها حملتي قدام الناس والهضره ديال الناس والدرب كيدوي. وما داك اللي مشيت للسبيطار لا والو الحمد لله هادري ولاو بقاو معاه جابوا لي القابله. واش الاسم ديالها؟ عشية قبل ما تجوج جابوا لي الرفيسه تما الخير هبطوا لي الطعام هبطوا لي الحليب حبرت انا هبطوا لي هذه مسكينه الله يخلف عليها بام اللي كان باقي بام في الحياه حاجتك الدم ديال النفس صبنوه لي ايتي ما كتسولش عليا كاع عمر ما دق عليا واحد دق عليا الباب عاش واحد الدور في شكل اختي تسوحي وحيده اللي وحيشه لي وحيده اللي عشت معاها كل تبارك الله 15 نفس والله العادو 15 نفس هو اللي كبر عليا دوكا يكبرهم كاينين خوتي شقاقي امي والدة تبارك الله 7 وانا الصغيره فيهم علاش انا ما تحوزني مع ولادك الاخرين يلا كنت تسمى كنت تسمى بحال بنت الزنقه. نهار طلبت مع دي الحال المدن قال لي ما قال لي هاك يوقع ورقه خو عطاني عادي يا خولو قال لي طلع عمك غير ولداتك امك ماتت في النفاس على سبعيه خلاتني وما عمري ما زرق عليا خالي شتو كيدير كحل ابيض خالاتي لا عائلتي ما عمر جافوني لا في كارين لا هنايا عمري ما دق عليا. كتعرفيهم؟ لا. وهاد السيده هزاتك الحيمه رباتك تهلات فيك تهلات فيهم مجهود دارت معايا ما عمر ما نسى خير ديالها. عندها الاولاد؟ لا مسكينه ما كتولدش. لا ما كانتش كتولد. ما كتولدش مسكينه الله يخلف عليها. آمين. الله يرحمها و... آمين. الله يجدد عليها الرحمات بغات الرحمه في هذا النهار المبارك في هذه ليله العواشر هذه. هذا الشيء راه بزاف كاين في الورقه عادي قال لها في هذه كيفاش ديري لاكارت ديالك كيفاش صايبيها. ومشيت عند واحد المقدم كيقول لي البيض عندنا في المساك مجموعه واحد طلعت هذه المقاطعه قال لي اختي رشيده دايره ماشي خلق عطاك ورقه بيضاء قلت لي بغا ندير لاكارت راه ما عندي حتى الكارني لا والو. شحال مره كان يشدوني البوليس كيهبطوني حتى الكاتريم كيشدوني ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد نهار توصلني حتى لعند وكيل الملك ما ينتاني محكمه دار عن الشق جوج عاد امي يقولوا لها جاو عند البوليس قال لها شوفي راه جات بنتك مشدوده بوحدها يا مات مولاي التهامي الله يرحمه مسكين هي هذيك قال لها ما عندها حتى وثيقه علاش ما كتحطهاش في الكارني. قالت لي انا ما حطيتهاش وغنمشي عند باي حاطه. ومني شفت عند باي ورتني الحقيقه فين ساكن مشيت عند راسي شديت الطوبيس 38 28 والله شديت 38 حطتني في البنجديه وغادا كنسول عليه ما كنسولش عليه ما كاينش. ملي مشيت عندو حبسني قال لي ها ما بغاش نتقرب من نقول شي حاجه حبس لي ليها انت كنتي باغا تهني باغا نبقى نقرب ليه هو هذا اللي كيدير ليها وباقا الان كيدير ليا لا حول ولا قوه الا كان يجي عندي هنا كيترحي عليا رجلي انا كيبرك ويدير كيجي بس وحنا راه حرشني على الفلوس ديال امي كان فلوس هنا حاطه في المسند 4 المليون حاطه في المسند والله الا حاطه 4 المليون هزيت 3 ريال منه وحرشني قال لي ما كنهزك كيفاش هزيتي عيشتي بهم انت
قال ما تخلي الاخرى اللي تكنا السعاده اختك اللي مربيه علاش تخليها الزات وموزعي يجي مامتي اللي ماهش لا ديالها كبرتني الحي ماهش لا ديالها والله رتما باغا ديالي تهلات فيك كتهلات فيه هذا هو المعقول ما كانش غير نتحمل دار الدار ولدتي وليدك وربو ولدتو الحمد لله حتى هو كبر هنا مسكين اما حاجه وحده ما ديتو للسبيطار هو متكدد هنا ما كاينش راه يعاونها خاف نمشي للسبيطار فيها في البحث فين وقع الجوال فين هادي وهادي بحال كل يوم مسكينه ولا الباح بقات في هذاك الدري مسكينش ياك الشيء شنو وقع لي في حي السدري لاحتو في كارطونتو باقي حي ديك الساعه كنت واقف حدا البويج كنشوف هذاك الوليد مسكين كيطعف في صبعو غادي كاش ذنبو ما بغيتش تسيد دير خيريه ما تلوحيش بحال ما تقيسيش انا كان عندي امكانيات والله تنجيبو عاد نحوزو عندي عشان انا كبرت يتيمه ما عطى ربي ما يتخلاش عليه وانا واخا عطاني داك الله داك الوليد في امو وفي با انا اللي كبرتو وما بغاش نتخلى عليه وليدك زوين رغم الظروف ديال المرض ديالها قلت انا كنت مرت فيها بالعاصف نهار سمعت الحقيقه اللي ماشي باك وداك ماشي امك والناس ما حاطينش في الكارنيك ومرت فيها ملي مات هو يعاد مرت ملي مات راجل عمتك اللي ربو مرت عمي هذاك هو هذاك نقول هذاك هو بو هذيك نقول هذيك يوم هذاك السين ديك الناس ماشي والديه ديك يا والدي يمكن كنعب مهسات بره هي باده لا اله الا الله محمد رسول والله تعقدت حياتي كذب عليك ركب فيا العصا حتى وليت مركبه الفم الفوق والتحت طاح لي بالدود على العصا انتي راكي زوينه تبارك الله شوفي تصويرتك ماشياش في الايام هذه هذه راه تسلى هنا زوينه تبارك الله ديرها بصرت لاكارت زوينه وكلشي فيك زوين تبارك الله رشيد مسكين دابا ولدك ملي تزاد حتى لين ولدك تعقد ومرض لك وما بقاش بغى يجلس معك سنين لا اربع سنين كثار صافي وبداك هو خرج من الكاطريان يعني. من يسولك على ناجي واحد النهار قال لي ناجي قال لي هذه كاري عندنا وانا عيش ما دايرش الكنيسه ديال با قلت لي وليدي رانا كراك ولد الحرام انا اللي كبرت كرات كاش بغيتي دابا حتى المشكله اللي كاينه ان حتى الناس ما كترحمش ان الناس كتبقى تعير الوليدات باللاقيط بالحرامي سير قلب على باك سير قلب على ما نعرف اشنو وهادشي كيجي يأزم هاد الدراري هاد الولد هذا راه سببه هما الناس المجتمع اللي ما كيرحمش انا ربع المرات كنقول يمكن بغى نعصى الله كنقول علاش الناس كيجي يعنعتوا فيا اها انا كيشوفوا شما ماريوس مش كيديروا تما رغم ذلك كيهضروا فيا انا كيقول شو هاد فلانه دارت وفعلت وتركش وشوفوا صاطت ولد الحبس يلا كان غيمشي معايا خمس سنين وملي صعد الرئيس عاودت لي الرئيس كامل الشيء كامل والله عاودته لكله دابا نوريك القاعده نمشي نهار نوريك فين عند من قال لي عاود قلت لي قال لي الرئيس قال لي بنتي ما ديري تدري تنازل كش حمر كتقول لي شنو كيدي بغا تدخلي كيردوك هذا ولدك هذا انا بغيت نطلب مع ولدي السماحه باش ندير لي تنازل ندفعوا ليه كنتي غتمشي تدخليه الحبس دخلته فاش ضربك ملي دخلته باك الكوكو طلع عطاني الراس ضربني بها راه ولي شارك يوجب الكاسات ولا 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 شد الكاس ديال هكا جار لي وجه داه ليا هكا كيفاش دار لي شد الكاس ديال هكا هكا هرسو وشارك لي وجهي قسم على جوج هرسو شوفي شارك لي وجهي ودابا انت واش تهنيتي منه ولا باغاه اه انا بغيت عا باش يجي عايش صح ليا ما بغاش مقاد عليا في الشمس بغيتي صح ليا ويرجع يرجع عادي اختي دابا عام باش خرج عام وشهرين ما بقاش رجع لا اخر نهار مشى فيه شنو قال لك ما قال لي حتى حاجه هو بعدك مني كيضربني ما هرب ما ورك يبقى بارك في مبارك حتى جا البول دخلوا عليه تسم قال لي عطيني السير دخلوا عليه قال لي عطيني السير ديال الباب الدار عطيتهم السير دخلوا عليه بقاو باك يكمي في الكار خرجوا برا كيصرفقوا فيه وهذا راه يقدر هذا راه يقدر تكون ناعسه وينوض يذبحك ولا ينوض الله يستر يقتلك ولا واحد البول بعدك البول ديال العين السبع ملي دفعت تنازل وخرج من عندهم قال لي حنا هاو دفعت يسيري وعاد يدير لك شي حاجه خايبه اي حيت ما خفتيش ان راه يقدر يقول لي يدير لك شي مصيبه خايبه اه راه كاين لي شي حد شحال واحد حامل موح شحال مع واحد تكرفز على خصو وانت هادشي ما خفتيش منه ها علاش درتي لي التنازل درت لي التنازل قالوا لي الناس راه غيخرج حاقد عليك غيدير اكثر من هادي يبقى حاقد عليك وملي شتك درت لي التنازل قال لي الرائقه ديال بنتي كتعطي خمس سنين حكي معنا نحكي معي والله ما نحيداش لي قال لي اصور امو ماشي مع الناس اخرين عدي عليهم راه اصور هادي راه امو سعد قال لي شوف ما كاش دارت لك دارت لك التنازل وهي ما تخلاتش عليك ها ملي خرج ودرتي التنازل شنو قال لك ما قال لي حتى شافني هرب حتى الهضره مابقاش يبغي يهضر معايا ملي تلاقيت معاه جيت لاكورنيش ديال الجامع السعودي مابغاش يدوي معايا دابا من تما ما بقيتيش شتي ولدك ملي خرجتيه من الحبس ودرتي ليه التنازل لا ما تلاقيت معاه في شهر 12 لا هذيك هي خرجتو من الدار ندير ليه التنازل التنازل مابقاش جا عندي للدار عمر ما دق عليا الباب
عمر ما داك بحال وعا عرف شنو دار وما داك عاقل شنو درت ليه من شاف البوز جبتهم ليه ومن تما هو حقد عليا واش كان كيتعطى المخدرات كان يكمي هادشي قالت لي اختي قالت لي كيكمي الحشيش الله اعلم انت ما عمرك شتي ما عمرك شتي ما شفتو بالعمى شنو كان كيقول لك رشيده ملي كتكوني انت وياه جالسين شنو كان كيقول لك امي وبا وما تخليتيش عليا كبرتيني كي اللي كيولدهم كيلوحوا من قسم انت ما قصتينيش وقال لي انت على نخدم ونفر لك كل شيء ونحيد لك المعيشه كاع ما نخليك ما تبقاش تخدمي في الدرا في القهاوي ولا تخدمي في الدروجات لا حتى حاجه كتعبني كنت بصحتي قال لي شنو كنوفر لك ما غير كاع ما نخليك تنحتاج حتى الحاجه قعدت هالفتره حتى الناس باش كل فتره كتشري بها حاولي تعيدي بها ما خاكش تاخذيها مع الناس مني مرض وليدك اش ولا كيقول لك ها مني مرض اش ولا كيقول ولا عنصري اختي اش كيقول لك شنو كيقول لك ولا معصب مثلا كيقول لي بعض المرات كيقول لي ما نبقاش نعيش معاك شي نهار غنمشي لطنجه نمشي لاكادير ندير صفحه جديده مع ولاد خرين ما بقاش ردي بهاد العيشه ما بقاش ردي بهاد العيشه والمجتمع ديالنا ما كيرحمش كيقول لي العشه ولد الحرام لا كتن الزنقه وهادي وهادي عمرك ما مشيتي خلفتي على باه لا من تم ملي قلت لي عاودت لي قلت لنا كان احمد منك وانا درتي لي فعلتي تركتي قال لي ما عندي ما ندير لك انا قال لي داك ماشي ولدي هذاك تري لوحي ولا غدير شي ولدك فراسو القصه كيفاش حملتي عاودت لي شنو قال نهار قلتي لي ما صبرتش كيبقى يبكي حتى هو بغى يكون عنده باه بغى يكون بالعائله ديالو بعمامو بخوالو بحال اي واحد فينا اي واحد كيتمنى ان تكون عنده عائله ويكون عنده احبابه ويكون عنده انا نهار الاول مسكين صات لي ورق ديالو ولا ما عندي حتى وثيقه والله ما عندي حتى الحال مادي ما عديش مرت عمي ما حطانيش وبات الحقيقه هو ما كانش حاطني هو صات لي ورق وانا باقا ما عندي حتى وثيقه قزا عمي ولا وقف معايا مسكين جاب لي الخلق باش درت لا كارط على هلال دابا مناش كتعيشي يا رشيده ساكني نيكس هو اللي كنبيع في القهاوي الا مشيت لحيت الغد قهوه ما خداش بعدين نتلاح في قهوه اخرى نطلع من بلاصه لبلاصه هادشي باش عايشه هي باش عايشه باش نخلط باش ناكل ولدك ما عرفناش شنو المساعده اللي ممكن الناس يقدموها لك فولدك انت واش خايفه يدخل عليك شي نار لا دخل عندي بغات يجي على بس عليه ياك واخا توحشتو بزاف ما سخيتش بيه واخا ما المجتمع ديالنا ما كيرحمش وعمروني عليك قايدي بيه في الاخر مشيت عند ما نراس وسولني البول قال لي شكون ضربك قلت لي ضربني ولدي بكوكوط قال لي علاش قلت له بوحدو لا نطير تجا لي على غفله خويا على راس كنتي مطيبه عامرك خاويه تجا حنا بغا نحل باب الزنقه نمشي نجيب الكار ويتبعني الباب البوت عطاني الراس حتى طرقت لي فراسي انا طرقت لي فراسي هنا والضربه ديال الكاس بالكاس هو ضربني بيه الوجه تاني شلك دالي وكاش داليها هو شد بيه هرسو هو شرق لي وجه داليه مشيت للسبيطار تاع اسمو خيطوا لي ما بغاش يخيطوا لي صاتوني 20 واش ولي كانت شي كارثه كي هاد الناس اللي كيوقفوا معايا هما اللي كيديروا السبيطار راس يا في وجهي في الراس وفي الولاده رشيده غنسولك واحد السؤال حسبي الله ونعم الوكيل رشيده فرحتي شي نهار في حياتك اه عمرك فرحتي شي نهار في حياتك ملي كان معايا بعقله كنت فرحانه انا ويا عمر ما تفرقنا انا وياه العيد الكبير في العيد الكبير عيد رمضان عيد العواشر ديما مجمعها معاه ماشي بحال دابا بوحدي حزينه ما كاينش على ما نحط راسي هو اللي كنت نحط عليه راسي كبرتي وليدك كسيتيه صبطتيه كنتي حاطه عليه الراس كنعطيها هو باش يلبس كلشي يديرو انا مسكينه لبسها حوايج الناس يا شار يا جلابه يا بيجامه يا سروال كيعطيوني الناس لابسها ما خليتش باش يعيش واحد النقص ماشي غير شنو لابسك الدراب المشرين على الحمو لابسهم حوايج موسخين مقطعين عليه ولا هادي وليدك زوين تبارك الله وخا الصوره انا ما بيناش بزاف ولكن تبارك الله زوين كيشبه لك مسكين ديال الحبسه هذه خارج فهاد الفال اللحيه ما خلاوكمش الناس تعيشوا في سلام لا يعني الوقت اللي فرحتي فيه من نهار تزاديتي هو الوقت اللي كانت فيه وليدك معاك كان معايا عمر ما تفارقنا دابا الله عام الله عام عمر ما ديما العيد الكبير ديما ندوزها انا وياه جا عيد رمضان ندوزها انا وياه عيد الفطر الراس على الراس كتحط ومسكين هو حط راسه هنا وانا حط راسي هنا ما عمرها تفارقتش انا وياه بعد مرة تركنا والله كنطرش الشرج نقول يا ربي تسلط عليا هاد السعيج طالع لي يجي عاد يا بخير عامي داشي بحال المرة مسكينة اللي بقات فيك المهم مسكينة حيد لها راسها قطعوا ليها ويجي عاد يا شافي الله يجي بها رد بها الله يشوف انا راضي يعني ما بغيت منه والو بغيت عا يكون عارف صحيحته ما بغيت منه حتى حاجة بغيت يكون عارف صحيحته لاباس عليه وانا راضي عليه بغيت ربي الله يشافيه عمرك ما ديتيه الدواء في مستشفى الامراض العقلية والنفسية ديتو اختي لميريتكو اييه مبغاش يشدو لي 36 ديتو مبغاش يشدو اش قالوا لك قال لي بغينا السكانر والتحاليل قال لي ما عندكش واش ديري سكانر غدي معاك تخليش لينا عطاني الروزينه ثلاث حبات شربوهم لي كنت
كنتي كتشربيهم ليه؟ اه وملي عطرهم ليهم تما شربوا ديك الساعه طاحوا ما عقاش على راسهم الى رجعت حتى طول ما كانش يدخل لي حاجه كتيبول كان انا كنبول نجيب لي الباديو ونوصل لي كلشي نتكافش عليه واخا مسكين شي واحد ما كاين ماشي حسن براسه ولا مسكين ولا كشدو كيبرقوا انا نعاومو كلشي نديرو لي مشاهدي قناه شوف تي في غنختم معكم هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء من منطقة العراويين أو عفوا من منطقة مولاي رشيد المجموعة واحد الرقم راه عطينا لكم ديال رشيدة رشيدة لحنين الرحيم الحالة ها هي كتشوفوا فيها قدامكم في حاجة ماسة لأي مساعدة كيف ما كانت أي حاجة قدرتوا تساعدوا بها السيدة راه تدخلوا عليها الفرحة فريش حويجات ميكلة اللي قدرتوا أنهم تفرحوا بها السيدة فرحوها بها قلوب طابت وعينينا طابوا وهذا الله وهذا هو هذا هو الواقع ما عندنا ما نخبيوه واليوم دنيا وغدا اخيره وهذا هو حال الدنيا وكل واحد كيفاش بغى الله سبحانه وتعالى يشوفه كاين اللي بغى يشوفه والله يا وليدي الله شحال زويون تبارك الله بوشعيب السعدي المواليد 97 صور اللي مسكين ما وضحوهاش ليا زويون زويون تبارك الله زياره ديال الحبس زوين زوين ولدك غزال تبارك الله صلابي ايوا الله يحسن العون حنا حاسين بهذا الوليد وحاسين بالظروف اللي مر منها وحتى شي واحد مكره هذا الشيء خلاصه القول الى اللقاء في مباشر اخر باذن الله